مساء الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملك والأمير، وكالمعتاد معكم الإعلامي الصحفي جرجس قدسي. النهاردة عندنا حاجات رائعة جدا جدا. هنتكلم على مكان جميل جدا 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 اسمه الريف الأوروبي أو ريف قراص. قدامكم آدي المكان، فيه حاجات رائعة جدا جدا. آدي في حاجات مراجيح للأطفال رائعة وفوق الممتاز جدا. الوجبات فوق ما تتخيل، عبارة عن جبن نستو وزبادي وخيار وطماطم وعيش جميل جدا جدا، عيش زي عامل زي العيش السوري وزبادي في أفخم الأنواع وأفخم الأشياء. كمان آدي مراجيح حلوة رائعة جدا 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 للأولاد الرائعة والجميلة، بتتفسح وتتمتع سواء صيفي أو شتوي. المكان مفتوح، وده مكان بص الكهنة قاعدين فيه، وحاجة جميلة جدا جدا. طبعا احنا ادي حمام سباحة، حاجة فخمة رائعة ممتازة كأنك قاعد في فندق 5 ستار. ادي البوابة شكلها جميل جدا جدا، بص شيف رائع، شغل ممتاز كأنك في فندق كمان، بقول كتير كتير. بص رز، فراخ مشوية محمرة، كل اللي انت هتحتاجه هتلاقيه اهو. هنا ناس طالبة جبنة بيضة، لانشون، بيض، بتنجان، حاجة. طبعا احنا في وقت افطار، ما في الصيام يعني، هتلاقي حاجات رائعة. الخضار عبارة عن شوربة خضار، وكمان هنا فاكهة، دي رائعة، طبق فاكهة رائع ممتاز جدا جدا، حاجة هتعجبك قوي. ادي الشيف بصراحة يعني بنقول له شغلك ممتاز، ومطبخ اهم حاجة، النظافة، النقاوة، الطهارة، مكان طاهر ونظيف ورائع، مكان كمان يعني حاجة بجد ممتازة. في مصر بيصبح عليكم، ده ادي الحاجات الجميلة. بص هنا بقى طبخ، حاجة ممتازة جدا، بص الشكل، الرز والسلطة والخضار، طماطم مليانة يعني، وفاصوليا مش عايز اقول يعني. هنا برضو فراخ ورز، طريقة التقديم ممتازة يا اولاد ممتازة. هنا برضو نفس الشيء، اطلب صدر، تطلب ورك، تطلب حاجة، ومش حاجة زي العصفورة، لا، فراخ برغم انها غالية الا انهم بيقدموا افخم حاجة. ادي مكان قاعدة رائع جدا جدا بأمانة. انا يعني رحت المكان وعجبت بيه جدا جدا جدا. المكان فوق الممتاز، المكان فوق الممتاز، مكان يعني حاجة رائعة جدا جدا جدا. القعدة رائعة وجميلة وممتازة. ادي هنا مظلة حلوة وجميلة وقاعدة تقدر فيها، ابونا يقدر يقعد مع الناس ويقعد ويتكلم كتير قوي. بص قاعدة، وبتلاقي قاعدة عربي وقاعدة عادية، حاجة يعني. بص ادي المريحة، جميل جدا جدا. قاعدة جنب الشجر. ادي حمام السباحة، حاجة فوق الممتاز، حاجة فوق الرائعة بجد يعني. ادي هنا برضو نفس الكلام، بص حمامات سباحة رائعة، منظر رائع جدا جدا جدا، حاجة خرافية. ادي الاوض، سريرين ودولاب محترم وارضية نظيفة جدا جدا. بص يعني مكان نقي ونظيف جدا، شايف؟ بص كمان شوف المطبخ وتلاجة، اعتقد يعني بص الارضية يعني المكان ممتاز، قاعة كبيرة تستقبل فيها ناس قد كده. بص شايف ايه الجمال ده، ايه الجمال والنظافة دي، بصراحة حاجة مشرفة. حمام سباحة ممتاز ممتاز، ملعب، قاعدة تانية، كذا مكان مش مكان واحد. بص بص شوف حمام سباحة بزاوية رائعة وقاعدة كأنك في قاعد في فندق بأمانة، حاجة وقاعد في مكان بيخصك، لا هتشوف منظر كده ولا منظر كده، وحاجة لا تسبب إثارة شهوتك ولا. حمام سباحة حاجة جميلة جدا جدا بأمانة، ونشكر ربنا إن ربنا بعت لنا ريف قراص دوت، الحاجة الرائعة والممتازة أهو. ده الفيس بتاعه ريف قراص، وخش عليه هتشوف كل اللي هيعجبك. سلام المسيح يكون معكم، أمين، ويا رب يعجبكم الفيديو يا رب، آمين. لا تنسوا اشتراككم في قناتكم، قناة الملكة.